وللحديث أكثر عن العلاقة المتوترة بين تركيا وأوروبا وتهديد الأخيرة بعقوبات على أنقرة ينضم إلينا فراس رضوان أوغلو الكاتب والباحث السياسي التركي عبر الهاتف من إسطنبول. حياك الله أستاذ فراس. مرحبا، حياكم الله. قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي للبحث في أزمة شرق المتوسط والموقف في ناغورني كاراباخ، كيف ترى تماسك دول الاتحاد في تعاطيها مع هذه الأزمة؟ نعم، بالنسبة لازدواجية المعايير معروفة في كل مكان، وهذا ما ينطبق أيضا في أذربيجان لاختلاف المصالح. عندما يكون القاضي وكما يقال والجلاد هو نفسه فهذا لا يمكن يعني تطبيقه. نعلم أن روسيا مثلا تدعم أرمينيا بشكل أو بآخر وحتى فرنسا، لذلك هم ايضا وجدوا في مجموعه مينسك في هذا السياق. لذلك انا لا اعتقد ان يعني لا اعتقد ان هذا وارد يعني في هذا السياق، ولذلك ستبقى تركيا داعمه للشعب الاذري. طيب، الملاحظ ان فرنسا هي التي تدفع في اتجاه التهديد بالعقوبات على انقره تحديدا، ما دوافع فرنسا من الدفع في اتجاه فرض عقوبات على تركيا؟ طبعا هو خلاف والاختلاف في الرؤى السياسية في كثير في المجالات، تحديدا في المتوسط وشرق المتوسط وفي سوريا ولذلك وفي ليبيا، وهذا ما يجعل فرنسا متشددة لاعتبارات متعددة. وطبعا السيد ماكرون لديه اعتبارات داخلية يحاول في هذه الاعتبارات أن يجعل فرصة في الانتخابات القادمة قوية، وهو داعم لكثير من الأمور. ونعلم أن فرنسا أيضا أسست لقانون ما يسمى مجزرة الأرمن، وبهذا أعتقد هناك يعني استغلال واستفادة في كثير من الأمور، لكن لا أعتقد أنها قادرة بشكل أو بآخر على فرض رؤيتها في الاتحاد الأوروبي، لأنها تقريبا يعني هي تغرد وحيدة في السرب، معها فقط كان اليونان والنمسا وقبرص، وهي أعتقد الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، الدول الفاعلة كلها كانت تميل إلى الحوار. طيب، ألمانيا من جهتها وهي الدولة الأكبر في الاتحاد الأوروبي تدفع نحو تفاهمات أكثر عقلانية مع تركيا، ما توقعاتكم لتعامل الاتحاد الأوروبي مع تركيا بعد أن أصبحت فرنسا تقف شبه وحيدة في مطالباتها ضد تركيا؟ يعني أعتقد أن الحوار هو سيقوم، هذا النتائج لاحظناها في هدوء الخطاب السياسي بين جميع الأطراف، حتى فرنسا نفسها رغم ارتفاع الصوت، لكن هناك قوة يعني الاقتصادية هي التي تميل، القوة الاقتصادية. نعلم أن ربما ألمانيا وبعض الدول في الشمال الأوروبي هي صاحبة القوة الاقتصادية الأكبر، وأيضا خروج بريطانيا من الاتحاد أضعف الاتحاد. أيضا العلاقات الثنائية التركية ومع كل دولة لوحدها لا يمكن الاستفادة، يعني مثلا بلغاريا لديها علاقات اقتصادية قوية جدا مع تركيا على عكس اليونان، ولذلك لا يمكن الوفاق أو التوافق رغم أنهما دولتان جارتان. وكثير هذا ممكن نطيقه على كثير من دول الاتحاد، لذلك أعتقد أن الوضع صعب في الاتحاد الأوروبي. التواجد الأمريكي ربما لعب دورا في تحديها. طيب، يعني هل موقف تركيا قانونيا أصبح أكثر قوة بعد أن فشل تمرير خرائط إشبيلية ثم اعتراف الأمم المتحدة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في تغيير نظرة المجتمع الدولي للصراع في شرق المتوسط؟ طبعا لأنها نظرية وليست قانون، وحتى القانون البحار هناك في كثير من الاستثناءات وكثير من الأمور التي لا تنطبق على الوضع في الشرق المتوسط بالنسبة لتركيا، ولذلك يعني هذه الثغرات واضحة، ولكن هم يحاولون دائما الضغط عبر الضغط الإعلامي والسياسي. ولذلك لاحظنا أن تركيا لم تنضخ إلا في التوافق الثنائي مع اليونان، وهذا ما يحصل حاليا. طيب، إذا كان الأمر كذلك، أي يعني موقف تركيا قوي، إذا لماذا تدعو تركيا إلى تقاسم الثروات مع اليونان؟ فقدنا الاتصال بالسيد فراس رضوان أوغلو الكاتب والباحث السياسي التركي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.